نطق الفلاح. الفلاح. أنا الفلاح في مصر، أرد ترابها تبرا، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا. فمن نخلي لكم رطب، ومن كرمي لكم عنب، ومن حقلي لكم قصب، وقطني يجلب اليسرى، ومن غنمي لكم عهن، ومن بقري لكم سمن، وفي طيري ولا من منافع جمة أخرى. سأنميها زراعات بماشية وآلات، وأكثر من نقابات، وأنهض نهضة كبرى، وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا. الفكرة الأولى: فخر الفلاح بنفسه وبعمله. البيت الأول: أنا الفلاح في مصر، أرد ترابها تبرا، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا. معاني المفردات بتاع هذين البيتين: أرد معناها أحول، مضادها أثبت وأبقي. تبرا هو تراب الذهب، والمراد خيرات الأرض وثمارها. قفرا أرضا خالية من الحياة، والجمع قفار. بواديها، الوادي هو المنفرج بين الجبلين، والجمع أودية، وديان، أوداء، وأوادية، والمراد بواديها وادي النيل. فقرا الحاجة والعوز، مضادها الغنى، والجمع مفاقر. تبقي المراد تترك. الشرح: أنا الفلاح في وطني مصر، معتز بعملي، فأنا أحول ترابها ذهبا بزراعة أرض مصر. يدي تحول أرض النيل من الفقر والجفاف إلى الحياة والنماء، ومن الفقر والجد إلى الغنى والخصب. من مواطن الجمال: اتفاق بين أواخر شطري البيت الأول: مصر تبرى، تصريع يعطي نغمة موسيقية لإمتاع الأسماء وجذب انتباهها. أنا الفلاح تفيد الفخر والاعتزاز بكونه فلاحا. أرد ترابها تبرى تعبير جميل يصور الأرض بعد زراعتها بالذهب. ترابها وتبرى بينهما تجانس، أي تشابه في الحروف. هذا التجانس يعطي نغمة موسيقية. أرد فعل مضارع يفيد أو يدل على التجدد والاستمرار. قفرا وفقرا بينهما جناس ناقص يعطي نغمة موسيقية. تكرار النفي: فلا تبقي يدي قفرا ولا فقرا. التكرار لتأكيد الفكرة. أسئلة مجاب عنها: السؤال الأول: بما يعتز الفلاح في مصر؟ الجواب: يعتز الفلاح في مصر بالعمل الصالح البناء عن طريق حرفة الزراعة. السؤال الثاني: ما الدليل على عظمة الفلاح؟ والجواب:
الدليل على عظمة الفلاح أنه يحول الأرض الخالية من الزرع والحياة إلى جنة خضراء، ويجعل الناس في حياة من الغنى والخصب. السؤال الثالث: بما يوحي استخدام الفعل المضارع أرد؟ والجواب: المضارع يدل على التجدد والاستمرار لتحويل التراب إلى ذهب. السؤال الرابع: أيهما أجمل ولماذا؟ فلا تبقي يدي قفرة، فلا تبقي يدي حزنا. والجواب: التعبير الأول أدق، فلا تبقي يدي قفرة، وأجمل لأنه يدل على جد واجتهاد الفلاح في تحويل الصحراء إلى جنة خضراء. السؤال الثالث: ما اليسر الذي يجلبه القطن إلينا؟ والجواب: نصنع منه المنسوجات لنلبسها. الفائض نصدره فيزيد الدخل ويعم اليسر والخير. السؤال الرابع: ما المزروعات التي ذكرها النص للفلاح؟ اذكر بعض المزروعات الأخرى التي لم تذكر. والجواب: زراعة النخيل والعنب، زراعة القطن والقصب. أما بالنسبة لبعض المزروعات التي لم تذكر، نأخذ منها أمثلة مثل البرتقال والتفاح والخضروات والبطيخ والأرز إلى آخره. السؤال الخامس: على ما يدل التعبير بقوله من نخلي، من حقلي، من كرمي؟ والجواب: يدل على تعدد للنعم وخيرات الفلاح واعتزاز الفلاح بمهنته ودوره. السؤال السادس: ما قيمة تكرار كلمة لكم في الأبيات الأربعة؟ والجواب: تكرار هذه الكلمة لكم تفيد تقدير الفلاح لأهله وحبه لوطنه ولأمته. السؤال السابع: وفي طيري ولا من منافع جمة أخرى، ما نوع الأسلوب في قوله ولا من وما غرضه؟ والجواب: نوع الأسلوب هو النفي، وغرضه تأكيد إخلاص الفلاح في العطاء وتواضعه. السؤال الثامن: لماذا وصفت منافع بكلمة جمة؟ والجواب: جمة وصفت منافع للتأكيد على كثرة المنافع وتعدد للنعم والخيرات. السؤال التاسع: في الأبيات موسيقى، ما مصدرها وما أثرها؟ والجواب: الموسيقى في الأبيات مصدرها توافق آخر أو أواخر الكلمات في الحرف الأخير، مثل رطب، عنب، قصب، ومثل عهن، سمن، من. الفكرة الثالثة: وعود الفلاح لأمته. سأنميها زراعات بماشية وآلات، وأكثر من نقابات، وأنهض نهضة كبرى، وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا. معاني المفردات في هذه الأبيات: سأنميها أي سأزيدها، والمضاد سأنقصها، بماشية أي باستخدام الماشية وهي الإبل والبقر والغنم، جمع ماشية مواش. نقابات مفردها نقابة، وهي جماعة يختارون لرعاية شؤون طائفة من الطوائف. آلات ماكينات حديثة، والمفرد آلة. أنهض أي أقوم يقظا نشيطا، والمراد أتقدم وأرتقي. مضاد أنهض أقعد وأتأخر.
كبرى أي كبيرة وعظيمة، مضادها صغرى، وجمع كبرى كبريات، أما مذكر كبرى فهو أكبر. تراث ميراث، أجدادي المفرد جد، وهو أبو الأب أبو الأب أو والد الأم. حرا كريما، والمضاد عبدا، جمعها أحرار، جمع حر أحرار. عزيزا أي كريما قويا، والمضاد ذليلا، أما جمع عزيز فهي أعزة وأعزاء وعزاز. أسلمه أي أعطيه وأقدمه، والمضاد آخذه. أكثر أو أكثر معناها أزيد أو أزيد، ومضادها أقلل. زراعات أي مزروعات، والمفرد ذراعة والمضاد صناعات. نهضة أي تقدم ورقي، والمضاد تأخر وتخلف، أما جمع نهضة فهو نهضات. أحفظ أصون وأحرس، والمضاد أهمل. أب جمعها آباء. سائدا أي سيدا عظيما، مضاد سائدا عبدا. شرح الأبيات: إن هذا الفلاح يقدم وعودا لأمته بالآتي: رقم واحد، سيبذل كل جهده من أجل التنمية الزراعية، مستخدما في ذلك الوسائل القديمة كالمواشي والآلات الحديثة والآلات المتطورة. رقم اثنين، سيقيم النقابات الزراعية التي تحفظ للفلاح حقوقه وتساعده في شدته كي ينهض بالبلاد نهضة قوية كبرى. رقم ثلاثة، يقول الفلاح: وسأعمل على الحفاظ على أرض وادي النيل لأنها ميراث الآباء والأجداد. رقم أربعة، وأحافظ على وطني لأسلمه لأولادي وطنا قويا حرا، حرا من قيود الاستعمار. من مواطن الجمال في الأبيات: زراعات، آلات، نقابات. هذه الكلمات الثلاث فيها موسيقى مصدرها اتفاق أواخر الكلمات، وأثر هذه الموسيقى أنها تجذب الانتباه وتحرك الذهن. كلمة زراعات جمع، يدل على كثرة أنواع المحاصيل التي يزرعها الفلاح. عطف آلات على الماشية أفاد الجمع بين الوسائل القديمة والوسائل الحديثة في الزراعة. كلمة سأنميها، السين للاستقبال والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. سأنميها زراعات، هذا التعبير يدل على التفاؤل والأمل. أنهض نهضة كبرى، هذا التعبير يوحي بعلو الهمة لرفع شأن الأمة. أحفظ ذلك الوادي، هذا التعبير يدل على حب الفلاح لوادي النيل. أما ذلك فهو اسم إشارة للبعيد يدل على علو مكانة الوادي، وهي أجمل من هذا التي للقريب لأنها تدل على مكانة ذلك الوادي وعظم قدره. ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، هذا التعبير فيه تصوير للوادي بميراث الآباء والأجداد، وهذا يدل على ضرورة المحافظة عليه وعلو قيمته. أسلمه لأولادي تصوير للوطن والوادي بأمانة يسلمها الآباء للأبناء. عزيزا سائدا حرا، توحي بالعزة والكرامة ورفض الذل والهوان للوطن، وتصوير للوادي بالإنسان الحر العزيز. وهذا البيت فيه أيضا موسيقى.
أسئلة مجاب عنها. السؤال الأول: بما يعتز الفلاح في مصر من خلال الأبيات السابقة؟ والجواب: يعتز الفلاح بعمله وبوطنه مصر. السؤال الثاني: بما وعد الفلاح أمته؟ والجواب: وعدها بأنه سيبذل كل جهده من أجل تقدم وطنه، ويعمل على نهضته نهضة كبرى، ويحفظ وطنه. السؤال الثالث: ما النقابة؟ وما أهمية دور الفلاح؟ وما أهمية دور النقابة الزراعية؟ والجواب: النقابة هم جماعة يختارون لرعاية شؤون طائفة من الطوائف، وأهمية دور النقابة الزراعية هو حماية حقوق الفلاح ومساعدته وجودة الزراعة. السؤال الرابع: بما صور الشاعر الوادي في البيت التاسع، وعلى ما يدل ذلك؟ والجواب: صور الشاعر الوادي بأنه ميراث الآباء والأجداد، لذلك يجب الحفاظ عليه، ويدل ذلك على حب الشاعر لوطنه والحفاظ عليه وحمايته. السؤال الخامس: ما واجب الآباء تجاه أوطانهم؟ والجواب: حب الوطن والحفاظ عليه من أي مستعمر، والعمل على نهضة وطنه ليصبح الوطن قويا عزيزا. السؤال السادس: ماذا يحدث لو لم تؤدي النقابة الزراعية دورها؟ والجواب: يحدث ضياع لحقوق الفلاح، وسوف يهجر أرضه، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في جميع المجالات، وبالتالي لن تنهض البلاد هذه النهضة الكبرى التي نريدها. السؤال السابع: ما واجبنا نحو الفلاح؟ والجواب: أن نحترم الفلاح ونقدر دوره في التطور الحضاري، الاهتمام بالرعاية الصحية والتثقيفية للفلاح ومحو أميته، 3- الحفاظ على حقوق الفلاح وإعلاء مكانته برفع المستوى الاقتصادي له.